طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج استوديو القدس من قناة الغد العربي، نتناول بها الخيط الرفيع بين مشاريع إسرائيلية الهدف منها فرض الهيمنة، هيمنة الاحتلال وسيادته، ومشاريع تبدو وكأنها مشاريع بريئة بهدف خدمة الجماهير، لكن في بيت المقدس لا مخططات ولا مشاريع تخلو من المغزى السياسي. القطار الخفيف في القدس، هل هو مشروع تهويدي أم مشروع مدني؟ هل هو حل لمشكلة الازدحام أم هو مؤامرة إسرائيلية لإحكام السيطرة على القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة، بحيث تمكن المستوطنين أو تمكن وصولهم بشكل أسهل إلى القدس الشرقية، وربط مستوطنة الضفة الغربية وطبعا على رأسها مستوطنة بسجاد زئاب يجب أن نذكر، وباقي المستوطنات التي أنشأت في غربي القدس ومركز المدينة والبلدة القديمة التي يكثف الاحتلال من أنشطته الاستيطانية هناك. القطار الخفيف الذي ينسجم مع الأسطورة الإسرائيلية ومزاعم الإسرائيليين ببيت المقدس، وطبعا كل هذه الانعكاسات على المقدسيين وعلى مستقبل القدس. هنا مع ضيوفي، أهلا بكم سادتي الكرام، الأستاذ خليل تفجي مدير دائرة الخرائط في بيت الشرق، أهلا بك، والمحامي زياد أبو زياد خبير في الشؤون الإسرائيلية. نعم وسادتي، أنتم هنا معنا الليلة لنوضح هل هذا المشروع، يعني كنموذج ممكن ناخده، هل هو الهدف منه فرض أمر واقع جديد يظهر للعالم وكأن القدس موحدة غير قابلة للتقسيم؟ ولكن قبل ذلك دعونا نشاهد هذا التقرير للزميلة سماح أبو عكر. هل هي هيمنة وسيادة الاحتلال أم مخطط مدني؟ القطار الخفيف في القدس الشرقية. قطار القدس الخفيف هو مشروع تهويدي تحت غطاء حضاري، وذلك بحسب دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث يشكل القطار استمرارا لمشاريع دولة الاحتلال الاستيطانية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة، ويعمل على تغيير الطابع الديموغرافي فيها تزامنا مع التضييق على السكان المقدسيين وإجبارهم على الخروج منها، كي تتمكن دولة الاحتلال من إقامة ما أسمته بالقدس الكبرى العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل. مشروع القطار الخفيف مساحته حوالي 14 كيلومتر، 60% من هاي المساحة هي بتقع في القدس الشرقية اللي هي أراضي محتلة، هي أصلا القدس كلها مدينة محتلة، فهي بتحاول مثلا من خلال هاي السياسة أنه تصادر الأراضي الفلسطينية، لأنه هاي بتمر 60% من مساحة القطار في أراضي فلسطينية. القطار الذي أنشئ بهدف تقليل الازدحام المروري كما تدعي سلطات الاحتلال وبلديته، أدى لمصادرة آلاف الدنومات من الأراضي في القدس، وأثر بشكل سلبي على الإقبال على شركة الباصات الموحدة العربية شرقي القدس، مما سبب أضرارا اقتصادية سيئة للشركة وأصحاب المتاجر والمنازل والأراضي، فيما سهل تحركات المستوطنين اليومية داخل البلدات العربية ضمن تلك المعادلة سمحت للمواطنين المقدسيين باستخدامه. عمل ضغط على الشوارع، أزمات في الشوارع، كان عندنا في شعفاط كان في عندنا مسلكين للباص، اليوم للباص للسيارات في مسلك واحد، بالإضافة لأنه زادوا عدد الإشارات الضوئية بشعفاط، وهذا خلى في عندنا أزمات وخلى في تأخرات بالنسبة لحركة الباصات. الناحية الثانية اللي هي الناحية المادية طبعا، انه القطار معظم ركاب بيت حينا وشعفاط لانه باصاتنا صارت تتاخر صاروا يطلعوا بالقطار، يفضلوا انهم يطلعوا في القطار، وهذا بنلاقيه يوم السبت، يوم السبت لما يكون فيش فيه قطار بتلاقي ضغط كبير على شعفاط وبيت حنينة، هم ركاب القطار اصلا كانوا بيطلعوا في القطار بيستنوا الباصات تبعتنا. هذا القطار هو من مخططات التهويدية في هذه المدينة لعزل المقدسيين، لتغيير الشكل الديموغرافي في هذه المدينة وتحويله إلى شكل ديموغرافي لصالح دولة الاحتلال. يعمل القطار الخفيف على ربط مستوطنات شرقي القدس بباقي أطرافها، فهو يربط بين معظم المستوطنات في المدينة المقدسة، بدءا من مستوطنة بسكات زئيب والنبي يعقوب شمالا، ووصولا إلى مستوطنة هار هيرتسل جنوب القدس، مرورا بالبلدات الفلسطينية في محافظة القدس، ومنها بلدة شعفاط وبلدة بيت حنينة شمال القدس، حتى البلدة القديمة وأبوابها. مشروع استيطاني بستار خدماتي، القطار الخفيف حيلة ابتدعها الاحتلال الإسرائيلي بهدف التعزيز من التواجد اليهودية في المدينة وتسهيل اقتحاماته للمراكز الحيوية فيها. سماح أبو عكر لبرنامج استوديو القدس الغد العربي.
نعم سادتي. أستاذ زياد أبو زياد، هل هي مؤامرة إسرائيلية، خدمة مدنية؟ بأي إطار ممكن أن نضع القطار الخفيف؟ يعني هو المفروض أنه إحنا لما نطلع على القطار الخفيف ننظر للصورة في نطاق أوسع. النطاق الأوسع هو محاولة ابتلاع واستيعاب الأحياء العربية والمناطق المحيطة في القدس، ومن ذلك من خلال شبكة البنية التحتية التي تقيمها إسرائيل في مدينة القدس، والتي هي في الأساس جزء من الشبكة اللي بتحاول تعملها في كل الضفة الغربية. يعني إذا نظرنا إحنا لشبكات الطرق، للمواصلات، للمية، للكهرباء، للخدمات، نلاحظ أن إسرائيل تحاول الربط المكثف بين البنية التحتية للمستوطنات في الضفة الغربية بشكل عام والبنية التحتية لإسرائيل، بحيث تصبح هذه المناطق هي مناطق متكاملة مع إسرائيل. وهذا هو بالضبط ما يحدث في مدينة القدس، وبالقطار الخفيف هو أحد النماذج. القطار الخفيف ليس الهدف منه خدمة الأحياء العربية، ما يعني لا، الأحياء العربية مش واردة مطلقة. يعني مع إسرائيل لا يجب علينا أن نفترض حسن النية أبدا. لا مش حسن النية. إسرائيل عندها منهج، عندها سياسة. إسرائيل هدفها أنه هي تضم القدس، تذوب المجتمع العربي في داخل محيط الأحياء اليهودية اللي عمالها بتتعزز في مدينة القدس، بحيث تصبح الأحياء العربية في مدينة القدس هي عبارة عن سلامز أو أحياء فقر، والأحياء اليهودية التي تنمو وتكبر على حساب الأحياء العربية. القطار الخفيف هو في الأساس لخدمة مسجد زئيب والنبي يعقوب. وأنت بتلاحظي أنه القطار الخفيف لما وصل مشارف شعفاط انحرف إلى اليمين باتجاه مسجد زئيب، بدليل أنه هذا القطار مش للعرب، هذا القطار هو للأحياء اليهودية عشان يسهلوا على المستوطنين الموجودين في مسجد زئيب في النبي يعقوب أنهم يتنقلوا بسرعة وبسهولة للأجزاء الغربية من القدس، وبالتالي دمج الجزء الشرقي من المدينة بالجزء الغربي وتحويل القدس إلى مدينة واحدة. نعم أستاذ خليل، يعني يجب أن نعرف وأن نعرف المشاهد على خط مسار هذا القطار، يعني شاهدنا في التقرير، ولكن نريد أن نعرف المستوطنات التي يربط بينها هذا القطار. حقيقة الجانب الإسرائيلي عندما بدأ في عملية بناء الاستيطان في داخل القدس الشرقية التي احتلت بعد 67، وبدأ في هذه البناء الاستيطان يحتاج إلى بنية تحتية من شوارع وغير ذلك، وبالتالي ما تم الآن إقامته من القطار الخفيف أو ما يطلق عليه القطار الخفيف هو له مجموعة من الأهداف. هي أولا أنه البنية، إقامة البنية التحتية لربط هذه المستوطنة، المكان الإقامة مع مكان العمل، هي من أجل السهولة بالدرجة الأولى. الشغلة الثانية هي إنهاء خط الأخضر اللي هو خط الهدنة اللي كان موجود ما بين القدس الشرقية والغربية ما بين 48 و 67. نلاحظ أنه عندما يبدأ من منطقة باب الجديد، يعني في منطقة عقبة المنزل أو منطقة النوتردام، حتى يصل إلى منطقة الشمال أو منطقة شعفاط، هذا يسير على الخط الأخضر بشكل كامل متكامل، وبالتالي يلغي الخط الأخضر، وبالتالي يخلق أمر واقع على الأرض، بمعنى كما في ورقة الضمانات الأمريكية في 2004 أن الحقائق تأخذ بعين الاعتبار في المرحلة النهائية، أنهى الخط الأخضر بشكل كامل، وبالتالي الآن قضية الرجوع إلى الخط الأخضر حسب الاتفاقية أو 242 أو 4 حزيران انتهت هذه الحدود بشكل نهائي. الآن عندما ننظر إلى هذه المستوطنات من أين تبدأ؟ تبدأ طبعا من القدس الغربية، أو هي تبدأ، هي ستمتد حتى تصل إلى مستشفى هداسة في منطقة عين كارم من الناحية الغربية، طبعا لم يصل حتى هذه اللحظة، لكن هناك المخطط سيبدأ. لكن عندما ننظر الآن إلى وينتهي طبعا عند المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة القدس اللي هي مستوطنة بسجاد زايب ومنطقة نبي يعقوب، في هنالك المخطط المستقبلي أن يصل إلى باقي المستوطنات، هي ليست بس في المنطقة هاي، هو سيصل إلى المنطقة الجنوبية بمعنى جيلو، وأيضا للمنطقة جبل أبو غنيم في المنطقة الجنوبية الشرقية. هذا هو المخطط النهائي لهذا المشروع. طب والأحياء العربية التي يمر بينها؟ ويمر فقط في منطقة شعفاط فقط. والآن لديه مشكلة الآن في منطقة شعفاط عندما حدثت الأحداث الأخيرة، هو يفكر الآن بنقل هذه اللائحة، هو لا يفكر أصلا حتى في المخطط 2020 الذي نتكلم عنه الآن، لا يفكر أيضا في قضية أنه يخدم المنطقة العربية، ويريد أن عملية سهولة النقل ما بين
الإقامة، مكان الإقامة والمنام للمستوطن الإسرائيلي وما مكان العمل، وبالتالي نلاحظ صباحا مساء أنه ينقل آلاف المستوطنين، وأيضا هي عملية نقل سكان من القدس الغربية بمعنى الغربية إلى هذه المستوطنات التي تتزايد وتتوسع بشكل كبير جدا، حتى أننا نصل اليوم إلى 200,000، وغدا سيصل إلى أكثر من 200,000 مستوطن في القدس الشرقية. هذه تحتاج إلى حجم كبير من المواصلات، هي ليست فقط هذا القطار الخفيف، هنالك قطار على وشك الانتهاء منه يصل ما بين الساحل والقدس الغربية، هنالك قطار يفكر به في منطقة جوش عتسيون في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة القدس إلى منطقة القدس الغربية. إذا نحن نحكي عن شبكة كبيرة، الهدف النهائي منها تفتيت التجمعات الفلسطينية، تفتيتها وليس لها أي خدمة، مصادرة أرض، وأيضا السيطرة على الحيز بمعنى المكان. نعم أستاذ زياد، نتحدث وفي هذه الحلقة بالذات كثيرا عن أن إسرائيل كما ذكر الأستاذ خليل تفرض أمر واقع جديد، تطمس حدود 67. هل برأيك مخطط القطار الخفيف أو أي مخطط آخر بإمكانه أن يقف عائق في وجه الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشرقية؟ هو يعني نظريا لا يوجد أي شيء يمكن أن يقف عائق أمام قيام الدولة الفلسطينية على حدود 67. عمليا لا أعتقد أنه سيكون هنالك في إسرائيل أي قائد سياسي أو رئيس وزراء يستطيع أن يتخذ قرار بإخلاء المستوطنات اللي بالضفة الغربية أو إخلاء الأحياء اليهودية اللي في القدس الشرقية وتحقيق حل الدولتين كما يراه الفلسطينيين. ولذلك أنا يعني بقول دائما أن موضوع حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية إحنا تجاوزنا هذه المرحلة. أنا لا أعتقد أنه هنالك فرصة الآن لإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على حدود 67. المشكلة أنه إحنا كفلسطينيين بنرفع شعار ثم نصبح نردد هذا الشعار كالببغاء بدون ما نربط هذا الشعار بالتطورات اللي عمالها بتصير على الأرض. التطورات اللي عم بتصير على الأرض هي تطورات ممنهجة تقوم بها إسرائيل لتذويب كل الفواصل والخطوط التي كانت تفصل بين الضفة الغربية والأرض المحتلة عام 48، وبالتالي في استيعاب اللي هو integration بالإنجليزي، إنه عم بيحاولوا يدمجوا الضفة الغربية بإسرائيل من خلال كما قلت سابقا البنية التحتية، شبكة الطرق، الكهرباء، المية، التلفون، ونفس الشيء عم بيحدث في القدس. يعني أنا بتذكر قبل بعد 67 لما كنا ندخل على إسرائيل ونتجول في داخل إسرائيل كنا نشعر أن احنا موجودين في دولة أجنبية، دولة غريبة عنا. الآن عندما أتجول في الضفة الغربية وشوف شبكات الطرق الجديدة وخطوط الكهرباء المتطورة، الضغط العالي الضخمة المنتشرة للضفة الغربية والمستوطنات، بحس بنفس الشعور اللي كنت أحس فيه لما كنت أدخل على إسرائيل بعد 67. يعني حالة الاستعمار الاستيطاني اللي مارسته إسرائيل من 48 لل 67 في الأراضي اللي احتلت عام 48 تكرر في نفس الأجزاء اللي احتلت عام 67، وبالتالي بطلت تفرقي. أستاذ زياد نفس الصورة موجودة أمامك. لا فرصة كما يعني أنا أقتبس من كلامك، لا فرصة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. لن يعني تفلت مني من سؤال آخر بهذه النقطة المثيرة التي ذكرتها، ولكن بعد الفاصل.